اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل معانا بسيط وسهل، بما ان احنا في ايام الشتاء بنركز شويه في الاكلات، ممكن تكون الفراخ واللحمه والسمك واحد، ولكن طريقه التتبيله والطريقه بتاعه الطهي نفسها ممكن تدي ايحاء بجو الشتاء وجو التدفئه اللي احنا عارفينه. يعني تكون سبايسي، يكون واخده فليفر حلو من التوابل، زي الفراخ المشويه النهارده مثلا. كنا بنعمل فراخ مشويه على الفحم، نعملها مع البطاطس، بنعملها شاورما، معانا فرخه لطيفه وجميله هنعملها النهارده مشويه بالبصل والسماق مع طعم الزبادي. اعتقد ان كده هي بتتكلم عن نفسها. هنشوف نعملها النهارده ازاي بطريقه بسيطه وسهله، ونقدمها مع الخبز الشراك او خبز المرجوك. معانا كبد النهارده، كبد الفراخ بس ما فيهاش قوانص ولا فيها قلوب، انا حبيت ان انا اجيبها كبد وبس. هنعملها النهارده رز بالخلطه. رز بالخلطه ده انا بحبه، وخاصه العشق ما بين الكبد والرز، واخد طعم القرفه، فلفل اسود، ويا سلام قرن فلفل حار كده تبقى الاكله فيها سنه السبايسي. الحلو النهارده مهلبيه. لغايه دلوقتي بنعمل المهلبيه يا مغازي بتجمد مننا في الثلاجه، بنيجي ناكلها بنلاقيها قاسيه شويه. مهلبيه يعني حاجه حتى بيقول لك دي طريه زي المهلبيه. هنشوف نعملها مع بعض ازاي بالمكسرات. تفاصيل كتيرة جوه الحلقة بتاعتي، خلونا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ولكن بعد الفاصل في معلومة غير معلومة وكمان أفكار بسيطة وسهلة بتوصلك لسر نجاح الأكلة، حاجة تركاية كده الشيف المغازي بيقشر عليها ويعمل سبوت عليها بتخلي الأكلة بتاعتك مميزة. هنخش على طبق دلوقتي، الرز بالكبد الفراخ أو رز بالخلطة. مقاديره على الشاشة، كبد فراخ لطيفة وجميلة، رز مصري، شوية قرفة، بصلاية ناعمة، البهارات بتاعتنا، والمقادير على الشاشة مع بوكيه جرنيه على النار مع جزر وبصل وكرفس. حلو الكلام؟ حلو الكلام. مقادير رز بالخلطة على الشاشة، رز مصري حلو قوي، ويا عم الشيف، وكبد فراخ ما فيهاش لا قوانص ولا كبد ولا قلوب. أنا مش بحبهم مع الكبد، قوانص وقلوب لوحديها اكله تحس ان هي قاسيه شويه، ومش بعض فينا ما بيبدخهاش جامد يعني، اما الكبده لوحدها الواحد بياكلها كده بتبقى عامله زي الايس كريم لما تستوي. تعالوا مع بعض نشوف كبد الفراخ هنشتغل فيها ازاي. في قلب الطاسه بنحط كبد الفراخ، هي شديده الحراره. زي الفل يا عم الشيف. هي دي كبد الفراخ يعني. في قلب الطاسه، هي دي شقاوه المطبخ، بنحط على الكبد دي زيت زيتون. ده المطبخ، ده المطبخ وشقاوه المطبخ. ما تكركبليش المطبخ حاجات كتيره بقى وانا بعمل اكل وتحسسيني انك انت الشيف المغذى في المطبخ، وتقولي هو معاه مسلاق خالص. هي الطاسه اللي عملت فيها البصله، حطيت فيها كبد الفراخ، ومطبخي بيلمع قدامي ورايق زي الفل عشان الصوره الحلوه في الاخر تشوفيها حلوه. هنزل بالتوابل بتاعتي على الكبد وهي بتتشمع. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ده الفص الكبده كده له شخصيته. هو ده. تومه، مكعبين زبده، ما انا عايز شويه بيون حلوين للرز. خلي بالك انا كده بجيب بيون. بيون يعني ايه يا شيف؟ يعني شوربه حلوه للرز بتاعي. شفت الفراخ الكبد الفراخ بتستوي ازاي؟ في بهريس حلو قوي. ونسيبها على النار تاخد غلوه. العب العب، بصلايه ناعمه. حلو قوي. ونسيب الكبد تستوي كده. بقى توابلها، التوابل بتاعتنا يا عم الشيف عباره عن ايه؟ ملح، فلفل، كمون. اللهم صل على النبي. التوابل اهيت. بابريكا حلوه. واسيبها كده تستوي على النار في السائل اللطيف ده كده. نعم يا عم سالم، لو بتحب الحار تحط فلفل اخضر حار، بلاش الشطه، انا مش بحبها، بحب دايما السبايسي يكون من مصدر الارض الطيبه اللي هو الفلفل الحار. معانا منه. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ الحلوين دول هنقطعهم مع بعض كده بالسكينه. اللهم صل على النبي. اخبار البذر جوه ايه؟ نأمن عليه. انا مش بحب البذر مع الفلفل، والفلفل ده بالشكل ده في موسم الشتاء بيبقى قليل البذر. الله، نفس القصه كده، قطع كده، اوعى تعوري ايدك.
بتعملي رغيف حواوشي حلو، فلفل حار زي ده كده، بتعملي كبده اسكندراني فلفل حار زي ده كده، اول حاجه ترفعي منه البذر، بتعملي شويه كبده زي اللي بعملهم دلوقتي فلفل حار زي ده كده. انصحك يعني ما تستسهليش وتجيبي الشطه من عند العطار وتحطها في قلب الاكل، ليها مشاكل صحيه مع مع كثره الاستخدام، قولون بقى ومشاكل وقصه امساك والجو اللي احنا ايه عارفينه ده كده. البلانشه نظيفه وزي الفل. الله، ونمسك الفلفل ده يا عم الشيف كده ونرصه طبقات فوق بعضه، مش هنقطع كل واحد لوحده، خلاص عدينا مرحله التعليم دي كده اهو، والسكينه الصغيره دي كده اه. اللهم صل على النبي. رفيع كده. نعم يا عم سالم، بلاش الكبه، ما انت لو طحنت الفلفل ده في كبه او مفرمه الميه بتاعته هيبقى سائل معاك. انا عايز شخصيه الفلفل فتقطع له السكينه اه بالشكل ده كده اه، ما تستسهلش وتحطه في الكبه. العب العب اه اه اه، هو ده هو ده. ونقلبهم تاني. فين فين اهي، الله، فين الرز؟ ايه ده؟ اه ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اه ونقلب كده زي الفل. تسلم ايدك يا عم احمد. هناخد الطاسه دي كده ببركتها كده ونخليها على جنب ونجيب طاسه ثانيه. ونحط في الطاسه دي يا عم الشيف معلقه سمنه. هشتغل في الرز. ادي معلقه السمنه زي الفل. حلو اهي. وعايز اعمل شويه رز بالخلطه. بحط على السمنه دي يا عم الشيف شويه قرفه ناعمه. معانا القرفه. حلو قوي اهي. شفت بقى شقاوه المطبخ؟ اه دي قرفه ناعمه لطيفه وحلوه. عايز رز طعم القرفه فيه. معلقه سكر حلوه مع القرفه على النار اهي. معلقه السكر دي مش سكر، ده مش ملح، ده سكر اه. حلو، اقلب دول كده مع بعض. شويه رز بقى تاكل صوابعك وراه. والكبده بتستوي اهي. ونقلب السمنه او الزبده مع السكر مع القرفه. لا لا لا، مش هحط بصل ولا توم. انا سامع الاستاذ المصور بيقول لي يعني رز بالخلطه يعني بصل، والبصل والتوم في الكبده يا حاج. اه الخلطه دي لطيفه، دلوقتي هنشوف هتروح على فين. اه ده المطبخ، انك واقفه عارفه بتعمل ايه. دوبت السمنه مع السكر هيتكرمل هسه، مع قرفه ناعمه، سمنه سكر قرفه ناعمه، الطعم والفليفر دلوقتي هيقلب ريحه الاستوديو. وانا شغال كده مكعب زبده عشان يديني سرعه في التحمير. ونقلب. اللهم صل على النبي. اهو معانا شويه رز مصري. غسلنا الرز ده مره والتانيه والتالته وصفناه من الميه، ومعانا بالشكل ده كده كانك هتعملي كفته الرز باللحمه الجملي. من اساسيات عمل كفته الرز باللحمه الجملي، الرز يتغسل مرة واثنين وثلاثة ويتصفى ويتساب على جنب كده لمدة ساعتين ثلاثة أربعة، يتحط في التلاجة عشان لما تفرميه مع كفتة اللحمة الجملي ما ياخدش وقت منك وما يخرص، وتبقاش الكفتة فيها حاجات زي الزلط كده وإيه وخشنة، تلاقي الرز مستوي مباشرة. حلو الكلام؟ حلو الكلام. وإحنا شغالين كده بدون معلومات مهمة جدا. كرملت البصل، سوري، كرملت السكر مع السمنة مع القرفة مع الزبدة، صورة حلوة على الشاشة إبداعية. إيه الحلاوة دي؟ كبدة بتقول رايح على فين بعد كده. أهو ننزل بالرز بتاعنا. أهو كفاية دول، كفاية دول. ده هيترمي؟ لا طبعا. تعملي شوية رز بلبن تستخدميهم، تعملي شوية رز معمر تستخدميهم زي ما انت عايزة. نمسك الرز ده نلفه بالسمنة والقرفة والسكر لفة حلوة اهو، وحمصه شوية لأني أنا فرحان ومبسوط عشان عندي حلة على النار فيها بوكي جرنيه من الجزر والكرفس والبصل جاهزة معايا. ممكن أحط فيها رقبة الفرخة، سلسلة الفرخة، عظم الفرخة، جوانح الفرخة. اه شفت البصل؟ الرز بدأ ياخد شخصية اهو. اه عينيه، الله، حلو قوي اهو.
التقليبه دي مهمه جدا اهو. ايه العين اهو 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 اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ خلونا بقى ايه نبدا نحط السائل بتاعنا. اللهم صل على النبي، يلا صلي على الحبيب قلبك يطيب. اهو يا ويلي يا ويلي اهو اهو اهو. هو ده هو ده هو ده، كفايه. والتقليبه الحلوه دي كده، واخد بعضي واجري دلوقتي. قالوا لي لو عايز تطلع فاصل احنا جاهزين ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير. هنرجع بعد الفاصل نعرف الاتنين الحلوين دول على بعض، الرز المصري اللي بيتكلم مصري مع شوية قرفة زبدة سكر على النار ادان الطعم واللون، مع كبدة لطيفة جميلة خدت الفليفر والطعم. ونشوف ازاي الشيف المغازي هيعمل لنا شوية رز بالخلطة بالمدرسة المغازية. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل بسيطة وسهلة. ممكن الأكلة بتاعتنا ما تاخدش وقت كتير في التسوية وفي التنفيذ، بس طريقة الغرف نفسها بتقول إنك أنت تعبانة على أكلة. أنا عملت شوية رز حلوين بصراحة، واخدين طعم لطيف وجميل أهو. حتى بدأت الإيه أهو، شفت إزاي المية بتاعته تنشف أهو. الرز خلاص استوى، الرز خدش وقت كتير خالص أهو. وعندي كبد فراخ في قلب الطاسة، وانا واثق ان الرجاله لما تحب تخش تبين ان هي شاطره في المطبخ تعمل لك كبده اسكندراني، كبده فراخ بالطحينه، وده حلو يقطعوا السلطه. اهي الكبده جاهزه اهي اهي. هعمل ايه دلوقتي؟ انا بقى هعمل طاجن او هعمل شكل قالب. ما انا كده كده هغرف الاكل، ايه المشكله لما اغرفه بشكل حلو يفتح النفس، برزنتيشن، حاجه حلوه تعبر عن الحب وتعبر عن ان احنا بنحب اسرتنا وبنحب اولادنا. قلب اهو هنحطه كده هنا اهو، وناخد الكبده الحلوه دي كده اللي انا تعبان عليها واحطها في القلب ده كده يا قلبي. حلو قوي زي ما هي كده الطاسه دي خلاص دورها انتهى. شفت الجوده زي الفل. حلو، والرز بتاعنا جاهز. اللهم صل على النبي. ناخد الرز ده كده وبنعمل قلب، وقلب الصغير لا يتحمل عشق الكبده مع الرز المتكرمل بالقرفه والسكر والزبده. وهيخش النار وربنا يكفينا شر النار. يتشرب مع بعضه كله. هيتغرف ازاي ده بقى؟ حد يبقى عنده الصوره الحلوه اللي في القلب من جوه وما يغرفهاش، القلب ده هيتقلب في سرفيز بعد ما نخلص، تبقى الكبد مع الخلطة الحلوة فوق وتحت منها الرز متشرب وزي الفل. وسبحان الله يا شيف مغازي انت نيتك شوية الرز على قد القالب، لو انا بعاير مش هيجوا كده. لكن الشيف المغازي ما بيشتغلش عيار ليه؟ بعد السنين دي كلها عيار؟ درجة حرارة الفرن عندي 180 يا مصري. وندلعه كده على فين؟ لا هنطلع الفراخ وندخل ده، او ممكن نشوف الفراخ لسه ما استويتش، فاحنا هنروح عند الفرن دلوقتي يا شباب. يلا بعدينا، افتح يا سمسم. ايه الحلاوه دي يا ابو غازي؟ يلا بص على الفراخ وبص على الرز. اللهم صل على النبي في ارضيه الفرن. يلا مع السلامه. عملت ايه يا شيف؟ لسه الحلقه ما خلصتش، خلي بالكم لسه معانا وقت. هنعمل مهلبيه بالمكسرات، في فراخ في الفرن، في قالب، في كبد فراخ، في تتبيله، في خبره طهويه، في رز واخد كرمله السكر مع القرفه. نطلع الرز. عينيا يا فندم. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد ده كده، لسه ما خلصتش، ونقفل الفرن بتاعنا ده كده، ونجيب طبق التقديم الحلو ده كده. تعالى يا طيب، والرز ده كده اللهم صل على النبي. ونيجي هنا كده عاملين حركه لطيفه زي دي كده، صل على الحبيب قلبك يطيب. ونيجي كده عاملين الله اكبر. تعالوا نغرف الرز بعد ما نروق الدنيا دي كلها من هنا.
يا الله. والسكينه الحلوه دي كده تشارك هنا كده اهو. من مصروف البيت اللي بتاخديه هتجيبي شويه اكسسوارات حلوين، سكينه حلوه شوفي نفسك بيها كده وانت بتقطعي حاجه حلوه، قالب زي ده حلو كده على شكل قلب، والمناسبات الحلوه عيد الزواج، عيد الحب، عيد ميلاد، مناسبه حلوه عملتي قالب اهو ما كلفش ثلاثه تعريف. هي كبد الفراخ في الثلاجه والرز المصري، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ اهو والجرنش بتاعنا البرزنتيشن بتاعنا، جوزك بيحب الحار ما تحرمهوش اهو، فلفل حار ده كده، طماطم الشير الحلوه موجوده في كل محلات الخضار اهو. شفت الجو ده كده؟ اهو الجو ده هتلاقيه فين؟ عندك وبس اهو.